حكينا عن معادلة الـ continuity equation، حكينا اللي هو dm على dt control volume زائد مجموع الماس فلو ريت، زائد مجموع الماس فلو ريت outlet اللي راح يترك عندك الـ control volume mass flow rate out minus مجموع الماس فلو ريت اللي راح يدخل على الكنترول اللي هو الانلت، راح يساوي عندك صفر. حكينا عن اللي معادلة الكونتينيوتي ايكويشن، كونتينيوتي ايكويشن أخذنا مثال المرة الماضية، خلينا في برضه مثالين. في مثال رقم اللي هو 65 بيحكي عن لو كيف نطبق الـ continuity equation حتى نخمن قديش الوقت اللازم مثلا حتى نفرغ هذا التانك to predict the time for a tank to drain. فالـ problem بتحكي انه عندك اللي هو 10 سنتيمتر jet of water، هو عبارة عن diameter للـ jet of water الموجود عندك هون، يعني عبارة عن قطر اللي هو الفتحة الموجودة عندك هون اللي في أسفل التانك، اللي هي عبارة عن 10 سنتيم، عبارة عن الدايميتر، عبارة عن الدايميتر. التانك قطره 1 متر، تانك عبارة عن سيلندريكال تانك يعني على شكل أسطوانة، قطره عبارة عن 1 متر، قطر تانك 1 متر. الآن بحكي لك assume the Bernoulli equation applies so the velocity in the jet، the velocity على المخرج اللي هي عبارة عن اللي على الإكزيت اللي هي عبارة عن جذر 2 g h، هاي عبارة عن الفيلوسيتي نحكي في او اللي هي في اوتلت، يعني الاكزيت فيلوسيتي او الاوتلت فيلوسيتي او الاكزيت فيلوسيتي، او في عادة يسموها اللي هو الجيت فيلوسيتي، الجيت فيلوسيتي او الاكزيت فيلوسيتي او الاوتلت فيلوسيتي. فطبعا كيف طلعوا هاي المعادلة؟ عن طريق البرنولي ايكويشن، يعني اذا بترجع لبرنولي ايكويشن بتاخذ النقطة هاي اللي هي 1، النقطة هاي اللي هي عبارة عن 2، هاي النقطة 1، النقطة 2، أتوقع أخذنا عليها المثال اللي هي كذا، وبتطبق برنولي إيكويشن من 1 ل 2 راح يطلع معك النتيجة هاي، هو الفيلوسي إكزيت تساوي عندك اللي هو جذر 2 جي اتش. فإذا طبقت برنولي إيكويشن اللي هو مثلا بي 1 على جاما زائد اللي هو زد 1 زائد الفيلوسي 1 مثلا على 2 جي، راح تساوي بي 2 مثلا زائد اللي هو الفيلوسيتي 2 على جنب، بيطلع عندك الفيلوسيتي اكزيت تساوي جذر 2 جي اتش، 2 جي اتش. الاتش طبعا عبارة عن الارتفاع المية، the elevation of the water surface above the outlet، هذا الارتفاع، ارتفاع من سطح المية للإكزيت of the water أو للأوتلت of the jet. الآن بحكي لك السؤال how long will it take for the water surface نشوف ما في دعوة هالشغل
باتمان لا بنرجع نحكي اللي المطلوب من السؤال اللي هو how long will it take for the water surface in the tank to drop from 2 meter to 0.5 meter يعني قديش الزمن اللازم حتى المية تنزل عندك من 2 متر لنص متر 2 متر لنص متر يعني من H O ل H final هاي H initial يعني H initial اللي عندنا 2 متر لا H final هي عبارة عن نص يعني قديش الزمن اللازم لما تنزل عندك المية من اثنين أو قديش راح يأخذ يعني زمن حتى تنزل هو المية لنص لنص زي ما حكينا بدك تطبق اللي هو معادلة ال continuity equation دائما تلاحظ المعطيات موجودة عندك الدايميتر عندك ال velocity على الإكزيت الآن بدك تلاحظ إنه الفلوس على الإنلت شو راح تساوي الفلوس على الإنلت الفلوس على الإنلت راح تساوي عندك صفر الفلوس على النقطة واحد تذكر حكينا من برنولي إيكويشن إنه V1 أقل بكثير من V0 أقل بكثير من V0 أقل بكثير من V0 دكتور الاتش على الفاينل 2 لا الاتش فاينل هي نص متر يعني الميه هاي راح تنزل عشان عندك تطلع السرعه راح تنزل لنص متر يعني فبدنا قديش الزمن اللازم حتى تصل يعني لنص متر لا انا دكتور ما بحكي عن هيك هلا مثلا مش الدي في اكزيت تساوي جذر 2 جي اتش هسه اذا بدنا نطلع قيمه الفي بدنا نعتبر اتش 0 صح مش 2 لا لا بدنا نعمل تكامل نعمل انتجريشن تكامل من 2 متر لنص متر كيف بدنا نعمل تكامل الان يعني الاتش الان راح تتغير عندك الاتش كانت في البدايه 2 متر بعديها تغيرت لنص متر خلينا خطوه خطوه الان زي ما تلاحظ اللي بدنا نطبق على معادلة اللي هو الـ continuity equation معادلة الـ continuity equation الآن إذا بتلاحظ إنه في عندك الـ inlet شو راح تساوي مجموع الـ inlet الماس flow rate عن الـ inlet بما إنه الـ velocity تساوي صفر زي ما بتعرف الـ mass flow rate شو يساوي هو عبارة عن rho v في a عبارة عن رو على الانلت V الفلوستي على الانلت المدخل الاريا اللي هو ايه فالان بما انه V1 صفر فبالتالي ايش راح تساوي راح تساوي عندك صفر فالان بتلقي الترم هذا الترم راح يساوي عندك صفر هذا الترم راح يساوي عندك صفر لأن الفلوستي عندك على السطح راح تكون قليلة جدا يعني تقريبا نعتبرها صفر هاي بالنسبة للماس فلو ريت على الانلت الماس فلو ريت على الاوتلت الماس فلو ريت على الاوتلت شو راح يساوي عندك برضه بنفس المعادلة اللي هو عبارة عن رو في في رو في 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 الاريا اريا على الانلت الـ output الـ V output الـ density الـ density للمية طبعاً ثابتة الـ water سواء كان على الـ inlet أو على الـ output الـ density اللي هي عبارة عن 1000 إلى 1000 كيلوغرام لكل متر كيوب فإذا تذكروا حكينا إن الـ incompressible fluid هو الـ غير قابل للانضغاط المواعن غير قابل للانضغاط فبتكون الكثافة لها اللي هو ثابتة زي المية الآن هون لا تساوي صفر شو راح تساوي عندك؟ راح تساوي عندك الكثافة V exit اللي هي من خلال برنولي إيكويشن أو الموجودة معك السؤال اللي ما أعطيك إياه إذا ما أعطاك هاي القيمة أو إذا ما أعطاك هاي المعادلة فأنت بدك تطلعها من خلال برنولي إيكويشن
المعادلة برنولي إكويشن. اللي تلاحظ كاتب لك هنا إنه من برنولي إكويشن طلعنا اللي هو الفيلوسيتي من خلال برنولي إكويشن. ممكن ما تكون موجودة عندك في الأسئلة، ما تكون معطى، أنت بدك تطلعها برنولي إكويشن. الآن بتعوض قيمة الـ V، الـ V اللي هي عبارة عن تحت الجذر 2 G في H، والمساحة شو راح تساوي المساحة؟ مساحة الـ، ما نعطيك الـ diameter 10 سنتيمتر، وهي عبارة عن باي على 4، باي على 4 D سكوير، باي على 4 D سكوير. دي سكوير على الإكزيت سميناها دي، إذا بدك تسمي هاي دي سمول زي ما هو موجود مثل الكتاب، وهاي دي كابيتال، دي كابيتال للسلندر، ودي سمول هو للووتر أو للهول أو للفتح الموجود عند الأسفل. هاي بالنسبة لأم إن الماس فوريت داخل النظام اللي هو صفر، الماس فوريت خارج النظام. الآن لسه لا تعوض أي قيم، لنعمل تكامل زي ما حكيت، يعني راح يتغير عندك الارتفاع من 2 متر لنصي. الآن ضل عندنا اللي هو دي ام على دي تي، دي ام على دي تي الكنترول فوليوم، دي ام على دي تي الكنترول. الآن بتلاحظ الماس الكنترول فوليوم يساوي كتلة الكنترول فوليوم الموجودة عندك هنا، اللي راح تساوي عندك الـ density في الحجم. الماس للووتر الموجودة عندك هنا داخل الكنترول فوليوم راح يساوي كثافة المية في حجم اللي هو السلندر، حجم حجم السلندر شو يساوي؟ راح يساوي عندك مساحة السلندر باي دي سكوير، باي دي سكوير على 4، باي دي سكوير على 4 في الارتفاع، ارتفاع اللي هو H عبارة عن الآن خذ بالنسبة للزمن دي ام على دي تي، هي عبارة عن دي ام على دي تي، دي ام على دي تي شو راح تساوي؟ الآن زي ما تلاحظ الكثافة الدايميتر الباي هاي كلها ثواب، هاي ثواب، هاي عبارة عن كونستنت رو باي دي سكوير على 4، هاي كلها ثواب. المتغير عندك اللي هو دي اتش على دي تي، احنا قسمنا على دي تي، اخذنا دي ام على دي تي قسمنا هاي اللي هو اتش على دي تي، فعبارة عن دي اتش. الان رتب المعادلة، نرتب المعادلة الموجودة عندنا هنا، نعوض بدل دي ام على دي تي في نهاية عبارة عن رو من خلال المعادلة هاي. الآن رو في باي دي سكوير على 4 في دي اتش على دي تي، دي اتش على دي تي. هاي شو راح تساوي؟ اللي هي بلس الماس فوريت للأوتلت، يعني راح تساوي عندك ماينس ماينس القيمة هاي، ماينس القيمة اللي عبارة عن رو في باي على 4، باي على 4 دي سكوير الجذر 2 جي اتش، الجذر 2 جي. الماس فوريت اللي زي ما حكينا الصفر، اللي لانه البلوكس راح الان اختصر. اذا في عندك اي اختصارات ما بين الطرفين، زي ما تلاحظ الكثافه زي ما حكينا هي ثابته، الباي مع الباي راح تروح عندك هنا، الاربعه على اربعه راح تروح عندك هنا. الان رتب المعادله
حيث يكون عندك ال H مع ال DH. الطرفين اللي تلاحظ هون عندك راح يكون عندك DH اللي واحد على جذر 2 GH في DH في DH راح تساوي عندك ال D على كابيتال D هاي سكوير طبعا انه عندك D سكوير على D سكوير في DT الزمن في DT الان كامل بدك تعمل تكامل بدك تكامل من اللي هو H الانيشال اللي كانت عندك 2 متر بعدين ل H final اللي هي عبارة عن نص متر H final طبعا في minus sign هنا لا تنساها يعني سواء حطيتها على الجهة هاي والجهة هنا عندك minus sign ركبنا المعادلة أخذنا الطرف هذا بدلالة اللي هو DH والطرف الثاني اللي هو DT وهذا بدك تكامل هذا عبارة عن التكامل هو من صفر تايم يساوي صفر عند الـ initial time لـ T final T final احنا بدنا T final هاي قديش كنا قديش مقدار T final فالآن بدك تعمل تكامل اللي هو واحد على جذر الـ 2 GH بدك تعمل تكامل لهاي الجذر واحد على جذر 2 GH إذا بدك ارفع القيمة هاي للأس اللي هو ماينس نص يعني راح يكون عندك H ماينس نص H ماينس نص زائد واحد على ماينس نص زائد واحد راح تصفي في النهاية عندك اللي هو وإذا دخلت اللي هو H نوت وال H فاينل H نوت وال H فاينل تتخلص عندك إذا بدك من ماينس ساين شوف حاول فيها الجذر راح يكون عندك ال H فاينل أو عفوا ال initial ناقص جذر H final هذا مضروب في 2 مضروب في 2 ومقسوم على جذر 2G راح يساوي عندك التكامل هاي القيمة اللي هو من صفر ل TF اللي هي عبارة عن D على D سكوير في TF temperature أو عفوا مش temperature time final time final time الان اذا بتلاحظ عندك كل القيم ال h نوت 2 متر اذا بتعوض القيم عندك ال h نوت 2 متر عندك ال h final حكينا نص متر عندك ال g اللي هي 9.81 عندك ال diameter ال small diameter اللي هو 10 سنتيمتر عندك الكابيتال دايمتر اللي هو 1 متر طبعا بدك تحولها سنتيمتر لمتر 0.1 بضل عندك فقط مجهول واحد اللي هو التي فاينل تي فاينل اذا بتعوض القيم هاي راح يطلع معك التي فاينل التي فاينل عباره عن 31.9 سكند 31.9 في فاينل راح يطلع عندك اللي هو 31.9 بالطريقة هاي إذا في سؤال ثاني برضه أو مثال ثاني موجود بالكتاب إذا طلب منك مثلا طالب منك هنا قديش مقدار ال بروت تايم قديش مقدار الوقت اللازم حتى يتغير مثلا البشر هو السؤال الثاني فنحاول فيه
و اكزامبل 5 7. اكزامبل 5 7. من النحو كامل من الدكتور. نعمل له كوبي كامل. البروبلم تحكي عندك موجود عندك غاز 200 ميثان، نحكي لك انه escape through a small hole. في عندك هول موجود عندك في الخزان، موجود عندك هون موجود هول فتحة، مساحتها هاي الهول هي 10 هو ماينس 7، هاي عبارة عن المساحة، هاي عبارة عن المساحة. مساحة الهول هاي عبارة عن 10^-7. الحجم للتانك 10 متر كيوب، هذا حجم التانك، وعشرة متر كيوب. بحكي لك the methane escapes so slowly that the temperature in the tank remain constant. درجة حرارة التانك 23 درجة. 23 درجة. الماس فلو ريت للميثان through the hole معطيك اياه بالعلاقة هذه. هذا الماس فلوري، الماس فلوري هو كمية الماس الخارجية او اللي طالعة من التانك، معطيك اياها بالعلاقة هذه. علاقة مع البريشر ومع التمبريتشر ومع المساحة، عبارة عن 0.66 في بي في اي اللي هو البريشر في المساحة، مقسوم على جذر اللي هو الار تي. الار اللي هو ثابت الغاز الميثان، ثابت الميثان الغاز الميثان، والتي اللي هي درجة الحرارة. هاي نفصل لك انه البريشر البي هو عبارة عن البريشر الاريا اللي هي المساحة للهول، الار اللي هو عبارة عن الغاز كونستانت او الغاز كونستانت، تي اللي عبارة عن درجة الحرارة عند التانك. المطلوب برضو حكي لك calculate the time required for the absolute pressure in the tank to decrease from 500 to 400 kilopascal. قديش مقدار الزمن اللي راح يحتاجه هذا التانك حتى يتغير عندك البريشر من 500 ل 400 كيلوباسكال؟ راح يقل ل 400 كيلوباسكال. قديش مقدار هذا الزمن؟ تقريبا نفس البروسيجر للسؤال اللي قبل. برضو بدك تعمل انتجريشن او تكنوبل حتى تطلع قديش مقدار الزمن. في البداية يعني زي ما تلاحظ الكتاب أنا حاط لك الخطوات بالتفصيل، حاط لك مثلا في البداية إنه define the situation، أي كيف طرق الحل، يعني كيف طريقة الحل للسؤال. الآن مثلا حاكي لك الأسامشن الموجودة بالسؤال، يستخدم الـ ideal gas law، temperature للغاز مثلا 23 درجة، البروبرتي اللي هي زي مثلا الار، الار زي ما حكينا ممكن نطلعها من خلال جداول، في جداول داخل الكتاب، بس انا احتمال يعني راح احط فيها بالاسئله، يعني اي سؤال راح اعطيك اياه ان شاء الله. الار راح تساوي عندك اللي هو 518،
518 يقول لكم كيلوغرام كيلو. بس كويس برضو تعرف على الجداول كيف تطلع اللي هو ثلاثة الغاز. فبتروح مثلا على الغاز اللي هو مثلا عندك الميثان، الـ R له تساوي عندك 518. زي ما حكيت أنا فقط البروسيجر يعني كيف اللي هو طريقة حل السؤال. مثلا هنا ستيت ذا جول، يعني شو بدك، شو المطلوب من السؤال اللي هو time in seconds for pressure حتى to decrease from 500 كيلو باسكال to 400 كيلو باسكال. الآن مثلا حاط لك شو الخطوات أو البلان اللي راح تطبقها. مثلا حاكي لك إنه تطبق على continuity equation، اعمل analyze tier by tier زي ما عملنا بالسؤال الأول، يعني شفنا شو الماس فريت أو شو يساوي الماس فريت إن شو يساوي دي على دي تي، وبحكي لك solve the equation and calculate the time. برضو خطوة خطوة تكتب في البداية continuity equation اللي حكينا عنها اللي هي دي تي دي ام او عفوا دي للماس للكنترول فوليوم على دي تي زائد مجموع الماس فلو ريت اللي هو اللي راح يترك عندك الكنترول فوليوم ناقص مجموع الماس فلو ريت اللي راح يدخل على الكنترول فوليوم. الان اذا بتلاحظ الماس للكنترول فوليوم الماس هاي شو تساوي، هي عبارة عن الماس للتانك او للشل زائد الماس للميثان زائد الماس للميثان. زي ما هو حكي لك هنا الريت اوف اكوميديشن والدي او الماس هاي الماس الكنترول فوليوم هي عبارة عن sum of the mass of the tank، عبارة عن مجموع الماس للتانك او للشل تانك شل اللي هي ام شل زائد الماس للميثان زائد الماس للغاز الموجود عندك داخل الميثان. بنكتبها بالشكل هذا المعادلة، هاي مجموع الكتل، مجموع الكتلة الموجودة عندك اللي هي من الكتلة الشل أو زائد كتلة اللي هو الغاز الموجود عندك في التانك. زي ما حكينا الرو اللي هي عبارة عن الكثافة والفي اللي هي عبارة عن الفوليوم. طبعا هي كونستنت ثابتة، يعني الفوليوم التانك ما راح تتغير ثابتة، والماس برضو للتانك راح تكون عندك ثابتة. بما انه الماس للتانك ثابتة اذا عملت differentiation اللي هو دي ام على دي تي زي ما حكينا راح تساوي عندك شو دي في دي رو على دي تي، يعني راح يكون فقط عندك المتغير اللي هو الكثافة، الفوليوم زي ما حكينا ثابت هو حجم التانك كتلة التانك برضه ثابتة. فلما تعمل differentiation لما تشتغل بالنسبة للزمن الماس راح تروح عندك راح تساوي عندك صفر بالنسبة للزمن دي ام على دي تي راح تساوي عندك صفر، فبصفي عندك فقط اللي هو الفوليوم في دي رو على دي تي دي رو على دي تي زيرو عادي. برضو الخطوة اللي بعديها اللي هو زي ما حكينا بما انه ما فيش عندك انفلو، المقصود بالانفلو يعني ما فيش عندك اي ماس داخل على النظام او داخل على الكنترول فوليوم، يعني زي ما تلاحظ انه فقط في عندك ماس خارج من النظام، بينما ماس داخل على النظام ما فيش تساوي عندك صفر، يعني ما في عندك اي ماس داخل على النظام فقط في عندك اللي هو الغاز اللي راح يطلع من خلال الهول الموجود عندك خلال الفتحة. بالتالي تقدر تشطب التيرم الموجود عندك اللي هو الماس فلو ريت انلت راح يساوي عندنا صفر، الماس فلو ريت انلت راح يساوي عندنا صفر. الماس اوت فلو لا اللي هو زي ما هو معطيك اياه بالسؤال، حكينا الماس فلو ريت اوت معطيك علاقة تربط ما بين البريشر والتمبريتشر والجاز كونستنت والمساحة، تكتبها زي ما هي ماس فلو ريت اوتلت. طبعا فقط عندك 1 اوتلت فبالتالي 0.66 في بي اي على جذر ال ار تي. هنا نرتب المعادلة، حكينا هاي دي ام على دي تي
الماس يقدر تعوض الكيمياء اي مال. ومجموع الماس فلو ريت اوتلت اللي هي المعادله الموجوده عندكم. فإذا عوضت هاي التيرمز الموجودة عندك في الكونتينيوتي إيكويشن راح تحصل المعادلة الموجودة اللي هو الفوليوم في دي رو على دي تي راح تساوي عندك ماينس زي ما حكينا لأن قلت الماس فلو ريت الأوتلت على الجهة الثانية راح يكون عندك الماينس 0.66 في اي على جذر الآر لأن الكشر شو علاقة عفوا الكثافة مع الكشر والتي تتذكروا من الايديا الغاز ال البي في شو تساوي تساوي هي ام ار تي ام ار تي عندنا نتخلص من الدنسيتي من الكثافة هذه حتى نربط علاقة ما بين الكثافة وما بين الكشر والار تي. فإذا قسمنا المعادلة هاي على الفوليوم قسمت المعادلة هاي على الفوليوم قسم هاي المعادلة على الفوليوم شو راح يساوي عندك البريشر راح يساوي عندك الماس على الفوليوم راح يعطيك الكثافة هنا الكثافة هي R في T. الكثافة شو راح تساوي المعادلة هاي P على R على T يعني R هي المعادلة أنا فقط تخلصنا اللي هو من الدنسيتي لأنه موجود عندنا إحنا التمبريتشر موجودة البريشر موجود بالتالي راح نعوض بدل الدنسيتي المعادلة هاي البريشر على آر تي هاي راح تطلع نفس الـ 0.66 في يعني. دكتور اتفضل. لا دي ام على دي تي هي تساوي الفوليوم في دي رو على دي تي في دي رو على دي تي هاي هاي اللي هي نفس اللي دي ام على دي تي يعني هاي اشارة الرو مش البرشر لا هاي الرو هاي الكثافة هاي هاي الكثافة الدنسيتي الدنسيتي هي عبارة عن الكثافة أو الدنسيتي. فإحنا بدل الدنسيتي عوضنا اللي هو معادلة من خلال معادلة الأيديال جاز. استخدمنا الأيديال جاز حتى نعوض بدل الدنسيتي المعادلة هي بريشر على R على T. بريشر على R على T. لأن إحنا بدنا اللي هو تغير البريشر يعني. لأن البريشر هو اللي راح يتغير. دي تي يعني. لو حاكي لك إنه الكثافة بتتغير فبتخليها زي ما هي وتشوف بعدين إيش. هو حكي لك إنه البريشر راح يتغير من 500 إلى 400 فضروري تحط بالمعادلة البريشر. الآن بما إنه عندك الـ R والـ T constant ثوابت يعني ما راح يتغيران فإذا بترتب المعادلة بحيث إنه تخلي الطرف هذا اللي هو dP على dT راح يساوي عندك اللي هو minus 0.66 في PA في جذر الـ RT على البوليوم الجذر الـ RT على البوليوم يعني فقط اضرب هاي المعادلة في RT اضرب هاي المعادلة في RT الجهة الثانية الطرف الثاني فبصفي عندك جذر الـ RT قسمها على البوليوم قسم على البوليوم تالي راح تكون عندك المعادلة الشيء نشوف هاي الترتيبات يعني بتركها لك وحاول انه كيف ترتب المعادلة هاي أتوقع أنه الآن وصلت لمرحلة ترتب المعادلات فقط يعني أضرب في RT الطرف هذا الموجود عندك الطرف الثاني وقسم على V فبطلع عندك بالشكل الموجود عندك الآن بتخلي البريشر لحال والتايم لحال يعني DP على هو بنسميها separate variable بدك تفصل الـ variable يعني بتخلي البريشر بجهة هو DP على V بتخلي اللي هو الكونستنت الثوابت الطرف الثاني مع الديت يعني بنسميها هاي سيبريشن فاريبل
يعني تفصل المتغيرات. ده أنا عملية الانتجريشن. بدك تعمل انتجريشن. بدك تعمل انتجريشن. بدك تعمل انتجريشن. زي ما حكينا هذول توابل. إذا بتعمل انتجريشن. طبعا الانتجريشن اللي هو واحد على فيه اللي هو عبارة عن من. تلاحظ الواحد على فيه اللي هو من P initial على P final. هاي حتى تتخلص من minus sign اللي هي P final على P initial. بس إذا بتدخل minus على الميم راح تقلب اللي هو P راح تنضي P initial على P final. Initial على P. فزي ما حكينا بتعمل integration لل DP على P اللي هو بطلع عندك الميم. الميم. وال DT اللي هو بطلع عندك T. فأنا برضو هذول الكونستانت بضلن زي ما عم كونستانت موجودة عندك. هاي اللي هي النتيجة اللي هي واحد تقسيم اللي هو 0.66 فبطلع عندك 1.5 بتنقل على الجهة الثانية فبالتالي 1.52 في V على A بإذن الله. ده نعوض القيم. عندك القيم موجودة زي ما حكينا الفوليوم اللي هو 10 متر كيوب. المساحة للهول اللي هي 10 قوة ماينس 7 موجودة عندنا. الآر طلعناه من الجدول 518. تمبريتشر دائما نحولها لكلفن. الايديال جاز دائما نحول التمبريتشر لكلفن. التمبريتشر دائما تكون داخل كلفن. كانت قيمتها قديش كلفن؟ 23. درجة الحرارة 23 زائد 273 وماخذها اللي هو 300 وتكون 296 مضبوط. درجة الحرارة 23 أتأكد من السؤال. درجة الحرارة 23 هون بدك تغيرها. الشباب هاي مش 300 293 هاي 296 هو مش عارف يعني ممكن ناخذها تقريبا 300 بس ما انت المفروض تحط القيمة بالضبط يعني 296 هاي غيرها 296 وشوف شو قديش تطلع معك القيمة. لو فرضنا انها 300 والبريشر عندك الانيشال والفاينل موجود هو 500 و400 هيك بيطلع عندك التايم هو اذا 300 كلمه اتوقع انه خطا مطلع او الكتابه او فأنت عوضها 296 إذا 23 بطلع عندك التايم على 300 كلمة الموجودة عندك هنا 8.6 في 10 قوة 4 ثانية 8.6 في 10 قوة 4 ثانية. تقريبا يعني 1 دقيقة يوم واحد راح تأخذ حتى كل بريشر من 500 إلى 400 ملتصف. هاي إذا غيرت راح يختلف عندك الرقم. غيرت هاي ل 296 راح تختلف الرقم.
بالطريقة هاي يعني، هاي نوع من الإيلمنت الموجود عندكم. برضو في عندهم كثير من الثاني. راح نيجي للموضوع الثاني إن شاء الله المرة الجاية، تقريبا نفس الموضوع، بس الآن بدك تعتبر إنه مثلا أسهل يعني من هاي الأسئلة. راح تعتبر إنه ستيدي ستيت، إذا كان ستيدي ستيت يعني إذا كان ما راح يكون في عندك تغير مع الثاني، هو زي هيك دي ان على دي تي، مش عندك اي تغير مع الثاني، فتعتبرها صفر. صفر عندك المعادله فقط اللي هو مجموع الماس الداخل على النظام يساوي مجموع الماس الخارج من النظام. راح تكون المعادله اسهل يعني. ان شاء الله المره الجايه راح نحكي عنها هاي، هي كيف نطبق اللي هو الكونتينيتي ايكويشن على اللي نسميه هو الكوندمنت فلو او الفلو ان كوندمنت او الفلو ان بايب او الفلو ان باكت. موضوع بسيط راح نحكي عنه ان شاء الله المره الجايه. الله يعطيك العافيه. اذا في عندك اي استفسار او سؤال